أقول من يقرأ القرآن باستمرار، كل ما قلته أنا الآن لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه، سيصل إلى النتيجة الطبيعية دوننا. بعبارة أخرى، من يقرأ القرآن مثل الذي يأتي تحت نوع من الأشعة اللي إذا جاء على الميكروبات ينظمها، يخليها بدمية عشوائية تأخذ اتجاه معين، مثل المغناطيس لما تحطه على برات الحديد ويعمل لها تنظيم. القرآن ولو لم تستوعب كثيرا منه ولو لم تتذكره، مجرد أنك تقرأه سوف تكتشف أنه نظم تفكيرك لدرجة. واحدة من الأشياء اللي حينظمها أنه حينظم لك فكرة السعادة، تشعر بالسعادة، الارتياح. الله أكبر، الله يرضى عنك. القرآن يضع الأشياء في أماكنها، ما يخلي شيء قريب هو انفرض يكون بعيد.